نعتذر مشاهدينا عن انقطاع ديال البث المباشر بسبب عطب تقني وقع لنا في الهاتف، كنعتذروا كذلك في الشبكه. مره اخرى مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، حنا مع با الطيبي، با الطيبي اللي كيعرفوه الناس والسواقه هنا ديال السوق ديال ثلاث الخميسات. السيد اللي كيعس على يعني على هذا السوق وكيبقى مقابل عساس غير ما بينه وما بين الناس، يعني ماشي رسميا ولا يعني حاطه الجماعه ولا غيرها، لكن هذا السيد غير مع يعني مع الجواد كما قالوا، مع ولا مع احباب الله هما اللي كيعاونوه. با الطيبي مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، اجوا تشوفوا معايا فين كيعيش هذا السيد، اجوا تشوفوا معايا القصه ديال هذا السيد اللي هو وربعه ديال الوليدات والزوجه ديالو المسكينه اللي حتى هي صابره، وكما قالت هذا الشيء اللي قسم الله، هذا الشيء اللي عطانا الله، ما عندنا ما نديرو، الحمد لله على كل حال. اجوا تشوفوا معايا هذه السكنه اللي صراحه اتاسف، والله العظيم اتاسف، وكان يعني واقولها للمسؤول اللي ساكن اللي داير دار في البحر وداير دار حدا الجبل وداير دار في حدا الخدمه وداير فيلا حدا، اجي تشوف اخويا الناس فين عايشين، اجي تشوف المواطن فين كيعيش. ها انتم اخوتي، ها انتم شوف كنقولوا للناس يعني ها انتم شوفوا الناس فين عايشه، لا حول ولا قوه الا بالله. با الطيبي ها فين كيعيش هو ووليداته، كما كتشوفوا الطين والتراب باش مخلطوا الغيص والحجر باش عايشوا هو والوليدات ديالو في هاد الكويزينه. اجوا تشوفوا الكوزينه ديال كاستري، اجوا تشوفوا الكوزينه ديال الطوله والالومنيوم، شوفوا الطوله والالومنيوم، شوفوا الاخوات، شوفوا معايا هادشي كي درتي طول راسي بوحدي، كديريها الراس كتشي. الراجل عنده 70 عام ودير ثلاثه العمليات، يعني ما يقدرش يعاونني في هادشي. انا غادي اجي معايا مهم شي حاجه، كلها صوبتوا راسي ربي شاهد عليا. سمعوا اخوان، سمعوا معايا القصه ديال هاد السيده وهاد الزوج، كما كتشوفوا ها انتم فين عايشين، شوفوا باش مغطين، لا حول ولا قوة الا بالله. شفنا كاين البنوات اميمتي، هاجي تشوفوا، هاجي تشوفوا الحيط، ها القبص، ها شوفوا القبص، شو القبص، شوفوا الناس مساكنة اش دايرين، شوف شوف ها انت باقا مسكينة دايرة المنجج وباقا كتنج وباقا كت يعني باش نفرش ليهم باش نغطيهم. شوف هادشي كلشي بوحدي، هانتوما الحيط الاخوان شوفوا معايا الصوره، لا الصوره يعني خير من يعني غير نسكت انا ونخلي لكم نتوما التعليق. صراحه هادشي يذمي القلوب، والله العظيم لا ما لا ضو ولا حتى شي حاجه، لا ما لا ضو ولا حتى شي حاجه. هاد السيده كتعيش هي وربعه ديال الوليدات، ها الفراش ديالهم دابا الوليدات قريتهم، الا البنيه اللي خليتها لي زاد وصل ليا للسته تنخرجوا الغالب، الله ما عنديش لا باش نشري الكتوبه لا المراجعه لا حتى شي حاجه، بقات ليا بنيه دابا راه طلع للسابعه هاد العام تنخمم فيها تاني. نعم اجي المهم تنشوفوا معاه، اجي تشوفوا الماريو، اجي نشوفوا الماريو، اجي تشوفوا الناس مساكن كيفاش عايشين، شوفوا على وضعيه، شوف 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 شوف, شوف. يا اخي المسؤول اين انت يا المنتخب، اين انت يا اخي، ها الناس اللي محتاجينك، اين انت يا اخي، اين انتم من معاناه هاد الناس هادو، اين هما، فينا هما الناس اللي ممكن انهم نقولوا يجيو الجمعيات، وفينا هما الناس اللي كيديروا الخير والناس اللي كتجريو، ها الناس محتاجه. شوف هاد السيد المسكين فين عايش، تنطلب غير شي سكنه فين سكن انا، شو الحيط، شو الحيط، شوفوا معايا الحيط المشاهد، الناس اللي كيشاهدوا الان راسي. نعم ها السيده هي كتكلم، هي غتقول لك نعم، شوف معايا شوف دابا تاع الحويجات باش نصبنهم، راه ضربت شي كولوميت ديال الطريقه، الله ستيني يجي ترى الغطا منشور برا. نعم اجي معايا المهم تاجي نقربوا من القصه ديالكم ونشاركوها مع خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات اللي غادي يشوفوا هذا الشيء. ها انتم لالا، ها الكاستري، ها انا الكوزينه، شوف هذا الشيء هو اللي كاين، هذا الشيء اللي قسم الله، البيتات هادو هما ملاقين غير الجنيبات، الباب اجي تشوفوا الباب ديال الباب كي داير تبارك الله، هذا محلول، هذا تيبات محلول، لا ساقطه لا ساروت لا حتى شي حاجه. نعم نعم نعم، حاله انسانيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. جيتي على الله ستيك واش منشور نشي كولومير اللي ضربت بالطيبي. اجي اجي مهمتي، اجي مهمتي، اجي مهمتي، غنسمعوكم، اجي نشاركوا القصه ديالكم مع هاد الناس اللي كيشوفوا فينا الان على المباشر. هاد الشيء في الخميسات اختي اكس سلمان وداد، تحياتي وشكرا لك على البارطاج دائما، تحياتنا لك. با الطيبي اش غادي نقول لك، بغينا نسمعوك، بغينا نسمعوك وبغينا نعرفوا القصه ديالك با الطيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. كنطلب انا عايش لقيت الله والملك والمخزن ديال الخميسات، جا معايا انا وليداتي بهذا السوق، الله يخلف عليهم سيدنا، الله ينصرو لينا، تانا حسب بحال ولدو، لا ما لا ضو، من غدا
الا حولوا السوق رانا في الخلا. اليوم كنطلب الله والمالك والمسؤولين ديال الخميسات داروا فيا خير، جامعيني انا وليداتي، كنطلب الله وخوتي المحسنين غير شويه السكنه لوليداتي. شحال من عام وانت هنا في بطين؟ تكون جايه 17 عام ولدي. وانا ساكن هنا. كنت ساكن قبل؟ كنت غنعني من المدينه، من المدينه. كنا في المارشي. هذا هو اللي عطاه الله. الوالدين ما خلاو لينا لا بلاد لا هادي لا هاديك، كاين الله تبارك وتعالى. اليوم كنطلب خوتي المحسنين غير شي دويره لوليداتي والمعيشه في يد الله. المعيشه ما تهمش. عمرك ببطي؟ عندي يا سيدي في عمري نقول 70 عام. 70 سنة. 70 سنة. الله يطول عمرك. ودير ثلاثة العمليات. ثلاثة العمليات داير، وها هما كاع أصحاب الخميسات كيعرفوني. واش بقى فيك مسعى الصب الطيب؟ إيوا الغالب الله. نمشي نمد يدي لشي واحد. ما كاينش باش غيعيش. اللهم نمد يدي ولساني لخوتي المحسنين. نهار الثلاث تنتقادلو. نعم. نهار الثلاث هنا 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 فين ما كنعس لا ليل لا نهار. خايف على راسي وخايف على وليداتي. خايف على راسي وخايف على وليداتي. وعايش مع الوجوه مع المحسنين الله يخفي عليهم. هادشي اللي كنقول انا معروف هنا ثلاث اسبوع ثلاثة العمليات داير. عندي سياتيك، عندي طانسيون بزاف في صحتي، ولاني ما لقيتش على الشتكة سوى الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله محمد. وهذا هو كنطلب الله والملك والمحسنين. نعم. يشوفوا من حالتي، وهذا هو اللي عطى الله. واخا نسمعوا الزوجه كذلك. قربي عندنا شويه الوالده، قربي عندنا شويه. بسم الله. كيف كديري امي انت هنايا؟ وكيف كديري كدرتي في هذيك 3 شهور ديال كورونا اللي كانوا سادين عليهم؟ كيف كضلوا هنايا في هذا الصهد؟ كنضلوا هكاك. قربي الميكروفون. هكاك تنجلسوا. واخا قربي. يكون الصهد ولا يكون اللي كان، هكاك تنجلسوا. احنا صابرين ولدي، تنطلب من الله والمحسنين والملك يعاونوني. ما تنطلبش شي حاجه كثيره الا السكنه لوليداتي. هذا هو الطلب، هذا هو الطلب ديالي. وما الخبز ماشي مشكل، الخبز نقاتل عليه ونجيبه. الراجل هو قبالتك عيان، انا اللي تنقاتل. نهار السوق تندير الفرة اللي تاع الغيس، تندير شويه الخبز تنعاون به، تنلعب على ديك 100 درهم. 100 درهم ديرك سيمانه؟ 100 درهم تنلعب عليها. ربي شاهد عليا، تنلعب على ديك 100 درهم اللي تنلعب عليها باش نصرف عليهم، باش تا القرايه ما عنديش باش نقريهم. راه خرجت الاول تقرب ويشدوا، دابا الدراري النتيجه ما بقاش تا سيمانه ولا جوج خرجتو، حبستو 16 عام. علاش خرجتي؟ ما كاينش، ما كاين لا مراجعه لا والو. باش غادي هاد الدري باش غتعاونهم؟ باش غيتعاون والو. البنت ها هي في السته جايبه دابا 5، جايبه 5.60. قالت لك دابا انا ما درتيش ليا المراجعه ما رجعش للمدرسه. ما عندي علاش امي نبقى هازه الشكاره غاده جايه. السوير؟ لا غير المدرسه ديال الدوله. لا زعما قلت لك خاصه السوير. اي ضروريه خصك تعاونها ضروريه. حنا ما قريناش، قلنا نقريو مويني الغالب الله. المهم دايره معاهم حتى من جهدي. خدمت في الديور ما خليت ما درت. على رقبتي انا خدمت في الديور بالفرنك. على رقبتي. عندي الولد الكبير في 2002 زايد. الله يحفظك. 2002. قلت لي امي انت واحد القصه قبل ما نبداو هذا اللايف، قلت لي انه كان شي واحد نصب عليكم. جا عندي واحد هنا تيقولوا ليه طه ودل... بلاش جا عندي واحد هنا دار اللايف ديالو، شراو لنا المحسنين الحوايج وكلشي، دانا للدار، حط لينا الحوايج. ديك الدار ساكنه مراته وامو لتحت، وانا حطني في بيتو كوزينه الفوق. وصلت الحوايج بنهار الاثنين. كلات قلت له غنخدم نسالي شغلي وغادي نجي. في العشيه صنعنا في التليفون، قالك لا جيتو هنا ما تلوموا الا راسكم. ربي شاهد عليا. هذا غير فيسبوكي هذا. فيسبوكي. قالك ما تجيوش هنا. شراو المانطات، شراو البونشات، الدوليه البنيات، كساو ليا البنيات جوج ودري. في الاخر داكشي كامل ما بقى والو. تا حاجه. كلشي حيدوا لكم. كلشي حيدوا لينا. ورجعت للعشه. تقى ديالي تقداو الناس وكلشي كلشي داه. ربي شاهد عليا. انا راه تنقول وربي تيزمم عليا.
شنو كطلبي الان من الناس اللي كيشاهدوك ولا داخل الوطن ولا خارج الوطن؟ لانه هذه الواقعه ديالكم وهذه الحياه زعما انا ما تنطلب شي حاجه كثيره، ما حنا تنصبوا على عباد الله، راه ما عندناش يبحثوا عليا ويشوفوا، ما عندنا لا بقعه لا حتى شي حاجه. خميسات كامله كتعرفكم كلشي تيعرفنا، المحل ها هو مسقف على الرحبه. الحيط ديال الدولة راني مسقفة على المحل فين مسقرين الدراري من الفوق. من المكناس من الفاس من الفوق من الفوق راني دايرة غا القيطون باش مغطيهم. هادشي يا ولدي هو اللي كاين. لا حول ولا قوة. ما تنطلبش شي حاجة كثيرة إلا خوتي المحسنين، تنطلب غير شي سكنة. غير فين تستقر واخا تكون صغيرة، أنا ما عنديش المشكل. غير شي سكنة. كما كان الحال، هادشي هو اللي تنطلب. الرقم ديال الاسره مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في هو اللي غنوضعوه لكم الان على في التعليق، وغادي نتلقاوه هنا على قناتكم قناه شوف تي في. غنحاولوا نكتبوا لكم الرقم ديال هاد العائله هادي. خليكم معايا على المباشر. كملي لنا مهمتي. حنا ولدي قلت لك مستقرين هنا، لا ما لا ضو ولا حتى شي حاجه. نعم حتى حاجه ما هي عندنا، مكرفصين بزاف يعني. حتى التليفون لاخوالك تهبطوه منا حتى للديور حتى للمدينه، لعد واحد مول الحانوت تيشارجيه لينا. وريك البنيات فاش غيقراو، ما كاين لا ضو ولا ما كاين حتى حاجه. ربي شاهد عليا، راه انت شتي كلشي يا ولدي على عينيك. ربي شاهد عليا، راني دايره الباتري، واحد الوجوه كي وجهك من سلاه، هما اللي شراو ليا هالطاقه داروها ليا. نعم والباتري راه لداخل من سلق، تيبيعوا الجوطيه، شافوني تيجيو عندي هنا، شافوا الحاله، هما اللي داروا داك الشيء لداخل الدراري. نسمعوا با طيبي كلمتك اللي تبغي تقولها للمشاهدين. الرقم ديالهم الاخوان ومشاهدي قناه شوف تي في. عندك الواتساب في هذه النمره؟ لا عندي. عندك الواتساب؟ النمره هي 06 18 29 28 19. ربي شاهد هذين كانت لو حنا تمت. عاود لي اسمحوا لنا على هذا المقطع الخارج على ارادتنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. شنو قلت لينا با طيبي؟ انا قلت لك ولدي انا ما بقى فيا ما يعس، با 70 عام غيتعس. نعم ما قاد على تماره، ما قاد على عسه. نعم كان بات فيق، خايف على راسي وخايف على وليداتي. ما كنتش خوتي المحسنين ينقلوني من هنا وشي سكنه، الله يخلف عليهم، الله يجعل البركه فيهم، الله يسرهم دنيا واخيره. النهار اللي تقاضى والديور يتقاضى والعمر راه قصرهم في الجنه. اللي كرمني انا وليداتي الله يجعل سيدي ربي يكرمو. راه ما بقات عندي صحه، لا ما عندي اللي يخدم عليا سوى الله. المراه كتحفل عليا وانا كنبات فايق مع دوك الناس اللي هما كيدوروا معايا شويه. كيدوروا معاك شويه الناس؟ هذا هو كيدوروا معايا المحسنين، بحال هاد المحسنين اللي كنطلب باش كنعيش هاد الوليدات بلا اله الا الله محمد رسول الله. شي حاجه اخرى راه ما كايناش. ودابا العيد ها هو جاي. كاين الله تبارك وتعالى. فلوس العيد ما عندي بها تاريال كاع. عندك حاز الميكرو عندك. تاريال ما عندي انا فلوس العيد. وكنطلب الله والمحسنين الله يكرمنا، الله يجعل سيدي ربي يكرمه في الجنه وفي الاخره. الله يجعل سيدي ربي يكرمهم في الجنه وفي الاخره. وكنطلب الله والملك والمسؤولين ديال الخميسات والشرطه المحليه هي اللي مستقراني في هذا السوق هذا هو مسكينه ودائما حاضيه انا كل ليل كل نهار. نعم الله يجازيهم بخير. الله يخلف عليهم والله يخلف عليهم والله يخلف عليهم الله ينصرهم هم وسيدنا محمد السادس. وكنطلب خوتي المحسنين، راه كنطلب خوتي المسلمين، ما كنطلبش شي حد اخر. قال لك الجلد الى خناز كيهزوه ماليه. راه خوتي هذو اللي كنطلب. راه 70 عام ما بقى فيا ما يعس، ما بقى فيا لا اله الا الله محمد رسول الله. ضايع لنا لا وليداتي لا ما لا لا حياه لا هذه لا هذيك، الموجود الله. والله يجعل سيدي ربي يكرمهم في الدنيا وفي الاخره. ولدي هادشي اللي غادي نقول لك، الله يجعل البركه سيدنا الله ينصرو. هذا هو مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. شكرا لك ابا ديب. لك شكرا لك مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. والله العظيم الى حاله يعني ها انتم كما كتشوفوا الحيوانات حدا وليداته وكل شيء حدا ها انتم. حنا ما كان حنا على المباشر، ما كان حتى شي حاجه مزيده من ما كنزيدوا حتى شي حاجه من عندنا بدون مقص مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. هذا السيد مسكين فين كيبات؟ ها البلايصه ديالو فين كينعس؟ ها العمود باش كيبات عاس؟ هذا هو العمود ابا، هو هذا
هذه هي العصا ها نتوما كتشوفوا، هذا هو العمود باش كيبات عاس حتى الصباح مسكين، هو وليداته هاد ها السطيلات ها الفريرين ديال الخبز، يعني حياه بسيطه وبسيطه باش عايشين هاد الناس هاد الزوجه مسكين. هنا فين تنجلس تنزرزق على وليداتي. كطيبي خبيز هنا وتبيعي؟ طيب هنا. شحال كطيبي كاع من خبيزه كاع؟ خنشه تندير خنشه ديال 25. 25 تعطيك كاع 50 خبزه. تعطيك ديك كاع 60. 60 خبزه وراني كنحسبها، راني شاد الحساب فايت ليا كنعجن. تبارك الله عليك. لا 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 الحساب زعما شدينا الحساب ديالها. لا تبارك الله عليك، الله ييسر الامور. كنطلبوا من الله يعني 50 خبزه شحال تصوري فيها كاع 60 خبزه؟ تلعب على ديك 2000 قلت لك. 100 درهم ديك 100 درهم من 3 حتى ل 3. من 3 حتى ل 3 ربي شاهد عليا. ما تنقولش 2000 ريال اش غادير لك اموت؟ فيها خضيره فيها الحيمات فيها كلشي فاخرها. فين تيتباعها انت؟ الوليدات تيتكرفصوا. دابا انت جيتي هادشي كيتباع حداك تما فين تيفاخر راس العمود. انتم كما كتشوفوا معنا مشاهدينا هذه هي البلاصه فين كيعيشوا هاد الناس هادو، يعني الله يدير لهم شي تاويل ديال الخير. هادشي اللي كنتمناو، وكنتمناو التدخل ديال يعني الناس والناس اللي كيشوفونا الان ومشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي حاله يرثى لها. ف 2021 بقيت السيد كيعيش، انتم الحيط كيدير من برا حتى يعني حتى الياجور مسكين ما عندوش باش يشري، كيجمع داكشي اللي مليوح وكيشدوه كيمونطي. وشكون اللي كيجمعوه؟ شكون اللي كيجمع؟ راه المراه اللي كتبني. اما با الطيبي مسكين راه 70 عام راه ما بقى عنده لا ما يهز لا ما يحط. طلبك داكشي راسي هذه تنعمرها نهار السوق في سبيل الله اللي جاي يشرب تنغسلها وتنعمرها. نعم نعم. واخا غادي ناخذ الميكرو من عند با الطيبي. با الطيبي دابا كتوجد راسك باش غتنوض ان شاء الله تخدم عاوتاني؟ ان شاء الله شويه تبدا. ايه قرب الميكرو عندك قرب دابا شويه وتبدا عاوتاني. ايه حتى للصباح. معاش كتحبس؟ معاش كتطلق دابا؟ ودابا انت كي كاين السوق كي ما كاينش راك عاس؟ دائما 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 السيرفيس كامارو دابري دائما قد ما قديت دائما مريض ولا دائما مريض ولا صح دائما خصك توقف. دائما خصك توقف اولدي دائما قد ما قديتي ان شكون غادي يخدم على هاد التلاميذ الا ما خدمتش عليهم؟ انا واخا نمشي على الكاس كنكون مريض وظهري عوجا وكنوض نراقب. وبا طيب انت دابا خرج لك واحد شمكار ولا جوج شماكريه كيغدير معاها؟ ايوا كغدير معاها، غدير معاها المحاولات وتساعد حتى تفك الجره ديالك على خير وبخير. هذا هو اللي عطى الله ولدي. انت بيت منك الخلا؟ لا مني الخلا، مني الخلا والله تبارك وتعالى. يدوزوا عليك سكيريه، يدوزوا عليك قماره، يدوزوا عليك الطاعين. هذا هو الحال ديما عايش هكا 17 عام وانا عايش هكا معاهم. والحمد لله اليوم رانا تقاضيت، ما بقى ما يطاكي لا الصفارة لا القمارة، راه الله ساترنا انا وهالوليدات وهالولية، وهذا هو اللي عطى الله ولدي، الشي اللي عطى الله. نطلب الله المحسنين يفكوني من هالجرة هادي، هاهي الله يسترهم الدنيا واخيرة، الله يجعل سيدي ربي يسترهم. اللي شاف فينا شوف الرحمة، الله يجعل المقام ديالو في الجنة. الله يجعل المقام ديالو في الجنة. رانا ما خازنش عليكم حتى حاجه، راه عندي 70 عام. الله 70 عام راه كنوض لا اله الا الله، هما كيعرفوني كاع الشلوح ديال الخميسات. وكاين نهار اللي ما نوضش هاي كيسولوا عليا كيقول لهم فين مشى با الطيبي؟ كتقول لهم مرتي راه مريض. ما تينوضش والله ما تينوضش. هذا هو اللي عطى الله ولدي. لقات لقات شي حاجه هي هذيك، شي تنشد منه شي تيمشي بحال بوحدي. بوحدي اللي قسم الله تنلقط شي تنشدو شي تيمشي. مكافحه معاه بالمعقول بالمعقول. التمره ما تقدر تصبر هذا الصبر اللي تنصبر انا، حتى وحده ما تصبرش. الصابون شتي الفخر راه تيمرغدو. الا نصبر ربي شاهد عليا لا يومين ثلاث ايام وانا في البانيو هنا. إلا ما كاين أنا هو اللي كنفرك غادي بيا. دابا راه ضربت لك شي كولوميط بس صبنت أنت ستيف واد كلشي منشور. هادشي هو كلشي عاد صبنتو. هادو هما اللي صبنتو راه درتي ليه فاني ستي القراط منشورين. مشيت صبنتهم وجيت. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كما سمعتوا معنا الآن القصة ديال با الطيبي، قصة صراحة والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. زعما ما لقينا ما نقولوا في هذه القصة ديال با الطيبي. 70 سنة الصحة ما معاوناش، الله غالب كما كيقول هو، ف الدال على الخير كفاعله. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كنطلب منكم يعني طلب من القلب،
الله يجازيكم بخير، كل شيء بارطاجيو هذا البث المباشر، نحاولوا نشاركوه على نطاق واسع، يوصل للناس، يوصل للجهات المسؤوله، يوصل يعني اللي ممكن انه يقدم يد العون، اللي ممكن انه يساعد هذا السيد ويحيده من هذه الوضعيه اللي كيعيشها، لا هو لا الوليدات ديالو. شوفوا معايا الدبان، ناموس، شني ولا كل شيء هنا جميع، راه كندوي على سوق اسبوعي، راه عايش في وسط السوق. ها انتم كما كتشوفوا معايا هاد الدابه، شو هي كتاكل حداه، شوف معايا على المباشر، شو هي بحال سمعتني. كما سمعتوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، كنتمنوا التدخل ديالكم، كنتمنوا العطف ديالكم، كنتمنوا كذلك القلوب الكبيره ديال المغاربه الحمد لله وثقتي كبيره فيكم، انه ممكن انه نقدموا يد المساعده ويد العون لهذا السيد، فهو ما كيطلب والو، طالب فقط انه شي عش فين يعيش هو ووليداته، احسن من هذه العشه اللي عايش فيها. هما متبتين، ورجعوا للبدايه ديال هذا البث المباشر وغتشوفوا الوضعيه ديال الدار، يعني حاله يرتى لها مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. في انتظار الدعم ديالكم، وفي انتظار كذلك المساعده ديالكم لهذه الاسره، هذه البا الطيبي، هذا الراجل وهذا العساس اللي كيعس بسوق تلات ديال الخميسات، في انتظار هذا وكل هو في انتظار يعني شي حاجه اللي ممكن تفرحنا وتدخل لنا السرور على قلبنا، هو انه نشوفوا هذا السيد يعني عايش هو ووليداته. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لحسن المتابعه والاصغاء، والناس اللي شاركوا هذا البارطاج الله لا يضيع اجر المحسنين، حتى انتم هذا راه احسان منكم، لانكم غتدلوا على الخير، والا جا شي واحد وعاون هذا السيد حتى انتم لكم النصيب. المرجو مشاركه هذا البث المباشر، وراه حتى انتم عندكم النصيب في هذا الاجر، وعندكم النصيب كذلك في هذه المعامله، لان انه لو هاد السيد دار رحل وهاد السيد يعني وصلوه الناس ووصلاته المساعدات، حسن انتم بالمشاركه ديالكم، بالبارطاج ديالكم، باللي لايك ديالكم، كتكونوا ساهمتوا مع با الطيبي ومع الزوجه ديالو والوليدات ديالو في انه نرفعوا عليهم ولو القليل وندخلوا عليهم شويه البهجه والسرور. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا، الله 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 يرفع علينا يعني الوباء والابتلاء، وكذلك شكرا على حسن اصغائكم ومتابعكم. في نهايه هذا اللقاء المباشر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، من هنا من سوق ثلاثاء خميسات، كان معكم منير في قصة با الطيبي.